مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله. هل هناك احتمال بان يكون بعض حكام العرب عباره عن يهود مدسوسين في بعض الجيوش العربيه؟ هل هناك احتمال ان يكون الوطن العربي واقعا تحت سلطه استعماريه خفيه؟ كيف يمكن تفسير هذا المشهد المتناقض في العالم اليوم ازاء القضايا العربيه؟ كيف نفهم حرص حاكم مثل عبد الفتاح السيسي على انقاذ الحوثيين والوقوف الى جانب بشار الاسد وايران ضد الرغبه السعوديه مع ان مصلحته الظاهره مع المملكه السعوديه اكبر. هل يقامر السيسي بعلاقته مع السعوديه لانه صاحب سياسه مستقله ام لانه يعمل ضمن مشروع اكبر من السعوديه؟ ما هو هذا المشروع؟ وكيف نستدل عليه؟ هذه الاسئله وغيرها هي محور موضوعنا لهذه الحلقة فكونوا معنا. هناك نقاط أو هناك نقاط تشابه عديدة بين عالم السياسة وعالم التمثيل. بين السياسيين وبين الممثلين. منها أنك لا تعرف الممثل والسياسي على حقيقته إلا في أوقات المصائب والهزات الكبيرة. في الأوضاع المستقرة تحرص الممثلة على الظهور في كامل أناقتها الشكلية والأخلاقية. ولأن الدنيا لا تدوم على حال قد تقع لهذه الممثلة مصيبة تجعلها تفقد حرصها على الظهور اللائق أمام الجمهور فتظهر مرة من المرات على حقيقتها بلا إضافات أو تحسينات. قد تكون المصيبة وفاة عزيز أو زلزال أرضي أو فضيحة من نوع ما. المهم ان الممثله تظهر على حقيقتها عند حدوث الهزات الكبيره في حياتها وكذلك السياسه السياسيون يحرصون على اخفاء حقيقه سياساتهم ويظهرون بمظهر انيق في الصوره والمضمون امام المشاهدين والجمهور مع ان بعض هذه السياسات قد يكون اكبح من شجرة الزقوم أقول بعض لأنه من حق السياسي الشريف أيضا صاحب المشروع السياسي المحترم أن يخفي بعض الحقائق إذا كان إخفاءها إذا كان إخفاؤها يجل يجلب مصلحة عامة أو يدرأ مفسدة عامة من حقه لكن الغالب على المشاريع السياسية في العالم هو قلة الشرف وسوء المضمون ولذلك يضطرون للظهور بمظهر مناقض لما هم عليه على سبيل المثال لدينا المشروع الصهيوني مثلا وهو مشروع مسيحي يهودي مشترك بل هو مشروع مسيحي في المقام الأول الناس لا يعلمون ذلك يظنون أن الصهيونية مشروع يهودي لا هو مشروع مسيحي في المقام الأول يعني جاء ثمرا من ثمار البروتستانتية حركة الإصلاح اللي سواها لوثر في القرن السادس عشر هو اذا مشروع يهودي قبل مشروع مسيحي قبل ان يكون مشروع يهودي، هذا المشروع السياسي موجود ولا احد في العالم يستطيع التشكيك في وجوده لان قيادات المشروع واصحابه انفسهم يصرحون به قيادات المشروع الصهيوني يعني لكن هذا المشروع هذا المشروع السياسي لا يعمل تحت الشمس لا يعمل في الوضوح وبشفافيه معظم شغله في الخفاء فهذا أمر معروف وطبيعي ومنطقي يعمل عبر وسطة المؤامرات ومن المعلوم أن مسرح عمليات المشروع الصهيوني معظمها في, في الوطن العربي وهنا يأتي سؤال يقول هل يستطيع هذا المشروع الكبير هل يستطيع هذا المشروع الكبير أن ينجح بدون الاستعانه ببعض العرب انفسهم؟ هل يعقل ان مشروعا كبيرا كهذا لن يفكر في توظيف العرب انفسهم لصالحه؟ بمنطق العقل هذا غير معقول. هكذا منطق العقل ابتداء، هذا غير معقول. مشروع مثل المشروع الصهيوني يعني مكان عمله ومسرح عملياته هو الوطن العربي لا يمكن أن يعمل في الوطن العربي بدون أن يستعين بالعرب وهذه حقيقة يعني هذا احتمال يكاد يصل إلى مستوى الحقيقة وهنا نأتي إلى مربط الفرس متى نستطيع أن نكتشف هذا العمل أو هذا العميل المتخفي في أوساطنا وكيف هذه أسئلة بالنسبة للإنسان العادي يطرحها على نفسه كيف أستطيع أن أميز عميل المشروع الصهيوني من غيره هذا ما سنحاول التكليف فيه قبل الإجابة عن سؤال الفقرة الماضية يمكننا نحن العرب أن نتحدث أيضاً عن المشروع الاستعماري وهناك بالطبع من سينكر وجود استعمار غربي للوطن العربي الان زاعما ان عصر الاستعمار قد انتهى كما قيل لنا في المدرسه لكن هل انتهى عصر الاستعمار فعلا ام ان الاستعمار قد غير شكله فقط والمضمون باقي واذا كان هناك شكل جديد للاستعمار الغربي هل نستطيع ان نتعرف على حقيقته طبعا هناك شواهد عديده وقويه على ان الوطن العربي خاضع لشكل لطيف وخفي من اشكال الاستعمار الاستعمار بس نزع العلم ونا و... وسحب الجنود لكن ابقى وظيفه الاستعمار باقيه عبر وكلاء اخرين وكلاء يسميهم بعض المثقفين هكذا يسمي يسمونهم يسميه الاستعمار عن طريق الوكالة دعونا نستمع إلى هذا المثقف العربي وهو يلخص الفكرة ثم نعود لاستكمال حديثنا هذا ليس رأي هذا التاريخ يعني التاريخ يثبت تاريخ. تاريخ المنطقة العربية منذ نهاية الاستعمار العسكري المباشر وبداية أنظمة الوكالة الاستعمارية فإن الغرب الذي اكتشف أنه لا يمكن أن يواجه الشعوب وضع وكلاء في هذه المنطقة لحراسة الثروات ولمنع هذه الشعوب من الوصول إلى مرحلة الحرية لأن هذه الحرية ستؤدي إلى سيادة الشعوب إذا وصلت الشعوب إلى تحقيق سيادتها فإنها ستمنعه من نهب ثرواتها فإن حدث أن أصبح هذا الوكيل مهددا تدخل الاستعمار بشكل مباشر مثل ما رأينا ذلك في الانقلاب المصري الذي وضع رئيسا منتخبا ديمقراطيا فك الله اسره في السجون ووضع جنرال دموي انقلابي لم يتردد في ذبح شعبه وحرقهم في الشوارع فعلوا ذلك مع بن علي عندما قالت وزيره الداخليه الفرنسيه يومها السيده اليوماري سنرسل قواتنا لدعم بن علي فعلوا ذلك مع بشار الكيماوي فعلوا كل هذا الدعم لكن لابد ان نميز في ملاحظه منهجيه بين الغرب لان التعميم يقتل التحليل أه. الغرب نقصد السياسي نقصد به منظومه الشركات الحكم. والحكم والاحزاب وليست, وليست الشعوب او بعض بالزبط. النخب التي لا التي رحبت حتى بالربيع العربي وبركت. اذا الغرب في في مفهومه يقوم هذه المؤسسات بوظيفتها الاستعماريه التي تحولت من استعمار مباشر إلى استعمار عبر الوكلاء إن أصبح هذا الوكيل مهددا تدخل الاستعمار عسكريا بشكل مباشر مثل ما حدث في سوريا وما نراه اليوم في مصر كما رأينا هذا أستاذ جامعي يدرس في واحدة من أشهر الجامعات في العالم هي السوربون يعني ليس مواطنا عربيا عاديا أو صاحب إدولوجيا دينية حتى نتهمه بالدغمائية هذا شخص مثقف ثقافه نوعيه يعيش في وسط المجتمع الحديث وفي واحده من ارقى جامعاته ولديه هذه العقيده الرجل يعتقد اننا واقعون تحت الاستعمار الرجل ومثله الكثير في مستواي يتحدثون عن وجود عن وجود مشروع استعماري غربي له شكل مختلف عن الاشكال التقليديه المعروفه وسنعرف لاحقا لماذا نحرص على اثبات هذه الحقيقه حقيقه وجود استعمار غربي بوكلاء محليين هم عباره عن حكام وانظمه حكم لكن قبل ذلك لا بد ان نعالج سؤالا لا شك ان بعض المشاهدين سيطرحه على نفسه هذا السؤال يقول لماذا يحرص الغرب على استعمارنا ما الذي يرجوه من هذه المنطقه او يخشاه قد اجاب الاكاديمي السابق بعض الاجابه، واجبنا بشكل مفصل في حلقات ماضيه عن هذا السؤال بعض الاجابات او بعض الاجابات، لكن لا باس ان نستمع اليها بطرق مختلفه ومن زوايا مختلفه بين الحين والاخر. هذا سؤال مركزي في حياتنا وانا نحتاج الى مزيد من الاجابات. هذه اجابه في هذه الماده المصوره التي تتحدث بلغه الارقام، ماده تجيب على سؤال ما الذي سيحدث لو ان العرب اتحدوا تعالوا نشوف اجمالي الناتج القومي المحلي سيكون 5 تريليون و990 مليار دولار سنويا مما يجعلها في المرتبه الرابعه بعد الولايات المتحده الامريكيه والصين والاتحاد الاوروبي المساحه الاجماليه ستكون 13 مليون و500 الف كيلومتر مربع ستكون في المرتبه الثانيه بعد روسيا الاتحاديه عدد السكان سيكون 385 مليون نسمه في المرتبه الثالثه بعد الصين والهند الجيش العربي بناء على الاحصائيات الحاليه سيكون من 4 مليون جندي و9000 طائره حربيه و4000 طائره هليكوبتر و19000 دبابه و51000 سياره حربيه استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة والري في السودان والتي تقدر ب 84 مليون هكتار ستنتج 760 مليون طن من القمح و370 مليون رأس من البقر و410 مليون رأس من الخرفان و850 مليون رأس من الدجاج في العام الواحد تغطية 8% من الصحراء الليبية بخلايا شمسية يكفي لإنتاج 20 مليون ساعة جيجاوات وهو يكفي احتياج كامل الكره الارضيه من الكهرباء. انتاج اتحاد الدول العربيه من النفط سيكون 24 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 32% من الانتاج العالمي. قيمه الزكاه 2.5% على الاموال المحفوظه دون تشغيل 29 مليار دولار سنويا، وهو يكفي لبناء 25 مدينه لمليون شخص في كل مدينه، وعشر مستشفيات فيها 550 سرير في كل مشفى. وعشرين مدرسة تحوي ثلاثة آلاف طالب في كل مدرسة وثلاث مطارات تحوي عشر مليون مسافر لكل مطار وسبع جامعات فيها خمسة وعشرين ألف في كل جامعة هذه بعض مظاهر القوة التي ستجعل العرب ركما صعبا في السياسة الدولية وهذا أمر لا بد أن يخشاه كل من له مطمع في ثروات هذه المنطقة وكل من له تخوف من ظهور كتلة سياسية دولية تدعم قضايا المسلمين في العالم، احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن انه الكتلة الدولية الكتل السياسية الدولية الأساسية في العالم تخشى ظهور كتلة جديدة هي الكتلة الإسلامية. وهذا سر مواجهتها لتركيا تحديدا المشروع التركي، هذا السر هذا التأليب الكبير في الغرب وفي غيره على النظام التركي الحالي. لأن النظام التركي بالنسبة لهم يشبه قاطرة تأخذ وراءها مكتورة كاملة من العالم الإسلامي ومن ثم فإن فكرة الاستعمار فكرة منطقية تماما ولا غرابة فيها البتة ومن البدهي والمنطقي أيضا أن يغير الاستعمار شكله القديم ويتخذ آليات وطرق جديدة للعمل هذا أمر طبيعي والحقيقة أن ثورات الربيع العربي كانت زلزالاً كشف لنا وجه الاستعمار الغربي غير التقليدي وكشف وكلاء هذا الاستعمار بطريقه مدهشه. لقد خرج الممثلون بلا مساحيق تجميل وظهر كل حاكم وكل نظام وكل مشروع على حقيقته من بعد 2011 الى اليوم يعني تكشف لنا اللي في الكواليس كله. احنا كان امامنا من قبل المسرح فقط الممثلين وهم على خشبه المسرح بيتحركوا. لكن من بعد 2011 يعني قدرنا نشوف الكواليس ما وراء ما وراء الصاله ما وراء الخشبه وهذا من بركات الشعوب اذا تحركت صحيح ان ان بعض الحكام العرب والانظمه العربيه ما زالت تظهر في صوره غير صورتها الحقيقيه ما زالت تمثل علينا دور العروبي الحريص على مصالح وطنه صحيح هذا حاصل الا ان هذه الادوار أصبحت مكشوفة إلى حد كبير وهم يعلمون أنها مكشوفة مكشوفة للنخبة تحديداً النخبة العربية من المثقفين وسياسيين لكن كما قلنا في حلقة ماضية والحلقات السابقة هم لا يعولون على النخبة ما يهمهمش النخبة ولا يهتمون لأمرها كما يهتمون لأمر العوام في هذا الجانب لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن النخبة العربية المثقفة برغم خطورتها اما يعني جزء منها تابع لهم وجزء اخر عاجز عن تهديدهم الا من خلال تاليب الجماهير عليهم. خطوره النخبه هي في تاليب الجماهير وفي هذه الحاله يعني لديهم لدى هذه الانظمه اكثر من حل واكثر من اسلوب لمنع حدوث هذا التاليب او هذه الوظيفه للمثقفين ومنها اسلوب التضليل المستمر للبسطاء. يعني الأنظمة عادة ما تهمش المثقفين وتعمل على إبعادهم عن التأثير على الجمهور المثقفين المحترمين أصحاب المشاريع طبعا وواجب النخبة في هذه الحالة هو تكثيف جهودها لكشف المستور المستور من هذا الملعوب خاصة وأن هذا الملعوب قد وصل إلى مستويات خطيرة لم تكن تخطر على بال عربي من قبل هل كان يخطر على بال عربي ان تقوم الدوائر الاستعماريه او الصهيونيه بزراعه ضباط تابعين لها في قلب الجيوش العربيه، هل هذا كان معقول؟ والعمل على تصعيدهم في المناصب حتى يصل بعضهم الى رئاسه جمهوريه الى رئاسه جمهورية اكبر دوله عربيه. هل كان يتخيل احد ان تتمكن اسرائيل مثلا على الراجح ان تتمكن مثلا من زرع ضابط عبد الفتاح السيسي في قلب الجيش المصري؟ صحيح اننا لا لا نمتلك الان يعني ادله حاسمه على ان السيسي ضابط اسرائيلي اوصلته اجهزه البخابرات الصهيونيه الى رئاسه الدوله المصريه، لا نمتلك ادله حاسمه الان الا ان هذا النوع من الحقائق عاده لا يمكن البرهنه عليه بادله حاسمه. وليس من عرف التحليل السياسي البحث عن أدلة حاسمة على حقيقة من, ها من هذا النوع نحن في مثل هذه الأمور في مثل هذه الحالات الناس كلهم المحللين والمراقبين والمتابعين عادة يعمدون إلى تركيب بعض القرائن في صورة متكاملة واضحة يحاولوا يركبوا صورة من القرائن من هنا ومن هناك يعني إحنا حنحاول نركب هذه الصورة عن عبد الفتاح السيسي من خلال القرائن المتوفرة دعونا نبدأ بهذه الشهادة لأمين حزب الله السابق صبح الطفيلي وهو يتحدث عن هوية السيسي طبعا قالها في أكثر من من خطبة له هوية السيسي الحقيقية ما هي نشوف ما بدهم نحن ما بدهم حكام أشراف لا بسوريا ممنوع يكون حاكم شريف لازم يكون حاكم جاي من تحت الصباط الأمريكي هيك بصراحة بليبيا نفس الشيء بمصر مثل اسمها مصر بدك تركض لعند الروسي تصير خادم لإله بدك تركض لعند الامريكي تصير خادم لإله ثم بالتالي كلكم تتآمروا على الرجل وبدكوه بالحبس الحبس قالوا صار مجرم وبتجيبوا بتجيبوا ضابط اسرائيلي مية بالمية ليحكم مصر تنبسطوا كلكم هلا ما حدا يقول لي لا نحن ما ضد مرسي كنتوا ضد مرسي من فين جاب الشيخ صبح الطفيلي ان السيسي ضابط اسرائيلي مئة بالمئة كما يقول هل تاثر بخطاب الاخوان المسلمين مثلا نحن لا نعرف من اين اتى بهذه المعلومه لكننا نعرف ان موقع السي ان ان الامريكي نشر قبل سنوات قبل ان يكون عبد الفتاح السيسي رئيس نشر بيانات عبد الفتاح السيسي ايام كان وزير للدفاع وذكرت هذه البيانات ان والده عبد الفتاح السيسي اسمها مليكه تيتاني كما سيظهر في الشاشه. تزوجت ملكه تيتاني من سعيد السيسي عام 1953. وانجبت ملكه تيتاني السيسي في يوم 19 نوفمبر من عام 1954 وحصلت على الجنسيه المصريه في العام 58. لكن موقع السي ان ان عاد وحذف هذه المعلومة واستبدلها بمعلومة أخرى بعد أن أصبح السيسي رئيسا للجمهورية واللافت أن السيسي حتى الآن لم ينفي هذه المعلومة واللافت أكثر أن المعلومات المتوفرة حول والدة الرئيس السيسي كما يقول موقع قناة العربية قناة العربية طبعا موالية للرئيس السيسي ومحبة له معروف تقول هذه القناة أن المعلومات المتوفرة عن والدة الرئيس السيسي ضئيلة وأن الرئيس السيسي وفقا لما أكده أحد أبناء عمومته كان يرفض تماما ظهور أي فرد من أفراد عائلته أمام الكاميرات أو الأضواء الراجل شغال من بدري يعني مرتب حاله من بدري وهو ما حدث على مستوى أسرته الصغيرة أيضا على مستوى زوجته وأولاده طبعا من المعروف يعني من المعروف لدى المصريين أن السيسي ولد وعاش في حاره اليهود اسمها حاره الخرنفش حاره اليهود هذه هي نفسها التي جاء منها وولد فيها جمال عبد الناصر لكن يبدو ان معلومه خطيره كهذه غير قابله للاخفاء يعني حتى كيفن بارت المؤلف الامريكي والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الحركات الاسلاميه ايضا يعتقد ان السيسي من اصول يهوديه وان اقاربه يعملون في اسرائيل حتى الان عندما سئل كيف لماذا يتبنى ترامب السيسي ويرعاه اجاب قائلا واشنطن مسيطر عليها من قبل اللوبي الاسرائيلي والحكومه المصريه يتم الضغط عليها لفتره طويله من قبل اسرائيل ولما جاء مرسي الى السلطه وكان لجماعته موقف معارض من كامب ديفيد سعت اسرائيل للاطاحه به وجاءت بالسيسي كما يفهم من كلام كيفن طبعا ولما سئل عن القواسم المشتركه بين ترامب والسيسي قال كلاهما حليف متطرف لاسرائيل وكلاهما ينحدر من اصول يهوديه السيسي من اصول يهوديه مغربيه وبعض افراد اسرته يعملون في الموساد كما يقول كيفن وترامب كذلك من اصول يهوديه، تعالوا نستمع الى هذا المقطع من كلام كيفن. And both of them are extreme uh, allies of Bibi Netanyahu in Israel. Uh, they both have Jewish families even. El uh, Sisi comes from a Moroccan Jewish background and members of his family are Mossad agents in Israel. طبعا ليس هناك شيء مستحيل. و ربما سينسى المصريون مسلسل رأفة الهجان إذا ما جاء يوم وأنتج الإسرائيليون مسلسل عبد الفتاح السيسي مشاهدي الكرام سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديث ابقوا معنا مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث النقطة الأولى كانت تتعلق بالضبط بوقف إطلاق نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها المساء اليمني قريب من الواقع المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول المنصة لأن بلقيس صوت اليمني مرحبا بكم مجددا منذ أن صعد عبد الفتاح السيسي إلى كرسي السلطة في مصر بمساعدة كاملة من طاقم العمل الصهيوني في المنطقة العربية من تلك اللحظة وحتى اليوم وهو يتفانى في خدمة إسرائيل ومحاربة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بطريقة لم يفعلها رئيس عربي من قبل ولا غرابة في ذلك لابن حارة اليهود المصرية إنما الغريب حقا والشيء الذي ينبغي أن نتوقف أمامه ونتأمله هي هذه المفارقة كيف يكون عبد الفتاح السيسي أكثر عربي مقرب ومحبوب من إسرائيل وفي الوقت نفسه يكون صديقا للنظام السوري والحوثيين هذا مربط الفرس هذا هذه هي ثمرة حديثنا الماضي كله في المحور السابق كيف الواحد أصبح جزء من المشروع الإسرائيلي والصهيوني في المنطقة كيف له ان يصبح يصبح مقربا من مشروع الممانعه الى هذه الدرجه؟ يصبح حريص جدا على المشروع على على النظام السوري، نظام الاسد وعلى الحوثيين. اليس النظام السوري من دول الممانعه لاسرائيل؟ اليست الحوثيه جماعه معاديه لاسرائيل كما تقول؟ اذا لماذا يدافع السيسي كل هذا الدفاع عن النظام السوري في مجلس الامن ويقف في وجه السعوديه نفسها. السعوديه التي يخشاها الجميع. لماذا يحاول إنقاذ الحوثية بالتوسط لها عند الملك سلمان في الفترة الأخيرة كما يقول الخبر عبد الفتاح السيسي هو الشفرة التي يمكن أن تحل كثير من ألغاز المنطقة انظر أين يكف عبد الفتاح السيسي لتعلم أين تكف إسرائيل إذا كان السيسي حريصا على بقاء النظام السوري فهذا يعني أن إسرائيل حريصة على بقائه أيضاً إذا كان السيسي حريصاً إذا كان السيسي حريصاً على بقاء الانقلاب في اليمن فعلم أن إسرائيل نفسها حريصة عليه. إذا كان يعادي قطر وتركيا فعلم أن إسرائيل هي التي تعاديهما. عبد الفتاح السيسي هو شكل الرغبة الإسرائيلية في المنطقة، هو عنوانها هو عنوان السياسة الإسرائيلية في المنطقة. وكما قلنا سينسى المصريون مسلسل رأفة الهجان عندما ينتج الإسرائيليون يوما ما مسلسل عبد الفتاح السيسي عموما سواء أكان السيسي ضابط يهودي متسوس على الجيش المصري أو كان عميل أمريكي أو كان مجرد دكتاتور عربي نرجسي يريد تصفية القضية الفلسطينية نهائيا حتى يضع بصمة في الحياة السياسية ويخلد نفسه سواء أكان هذا أو ذاك فان جميع هذه الاحتمالات تؤدي الى نتيجه واحده هي انه وكيل للاستعمار الغربي في صورته الاجد. هذا الاستعمار قد حسم امره مع الشعوب العربيه وقرر ان ليس من حقها ان تحصل على حريتها وكرامتها. واذا حاولت ذلك اطلق عليها كلابه المفترسه. كما بينت احداث الربيع العربي من 2011 الى اليوم. قال الشاعر العربي ولو كان سهما واحدا لاتكيته ولكنه سهم وثان وثالث لو كانت مصيبة الشعوب العربية في الهجمة الاستعمارية وحدها أو في حكامها المستبدين وكلاء المستعمر فقط لو كان هذه مصيبتها فقط لهانت لكنها للأسف مصيبة متعددة الرؤوس والأبعاد اسوأ ما في هذه المصيبه هي تلك تلك المشاريع الزائفه التي تقدم نفسها كمنقذ من الهجمه الاستعماريه ومنقذ من التخلف والهزيمه الحضاريه مشاريع الانقاذ الزائفه خطورتها تشبه خطوره العلاج الفاسد الذي قد يتسبب في وفاه المريض العلاج اذا كان فاسدا فهو والسم سواء بسواء لا فرق وهكذا عندما تاتي جماعه او تيار ليقول للناس وضعكم سيء جدا وامريكا والغرب لا يريدون لكم الخير وحكامكم ما بين عميل او منبطح عندما يقول هذه المقدمات وهي مقدمات صحيحه الى حد كبير ثم يبني عليه هذا الكلام الحق يبني عليه كلاما باطلا يقدم هذه المقدمات الصحيحة لكي يبني عليها مشروعه الباطل هذا مشروع زائف تماما كما يفعل الخطاب الحوثي والإمام الحديث يخرج عبد الملك الحوثي في ذكرى وفاة أخيه حسين ليقول لليمنيين إن كل ما يمر بكم من سوء وقهر وانهيار شامل في كل أوجه الحياة سببه أمريكا وإسرائيل والسعودية وحكامكم العملاء طبعا هذا خطاب متطور لأن حسين كان له رأي آخر أنه سبب هذا البلاء هو عمر بن الخطاب كما سنرى ويتحدث عبد الملك عن جرائم أمريكا في العراق وأفغانستان وغيرها ثم يبني على هذه المقدمة التي فيها كثير من الحق يبني عليها نتيجة مضللة هي إن سبب بلائكم هو أنكم اخترتم حكاما من غير أهل البيت. طبعا هو لا يقولها صريحة في التلفزيون لكنه يقولها هو وجميع السلاليين يقولونها صريحة في مجالسهم الأخرى وتقولها كتبهم بل هي ما يستشف من كلام المؤسس نفسه كلام حسين الحوثي في فيديو سنراه الآن حين يقول يعني ان مفارقه الامه لعلي بن ابي طالب هي سبب كل بليه وان سبب هذه المفارقه هو عمر بن الخطاب نفسه. تعالوا نستمع اليه ثم نعود للتعقيب. الفاروق الذي جعل هذه الامه تفارق عليا وتفارق القران وتفارق عزها ومجدها من يوم ان ولى معاويه على الشام وهو يعلم من هو معاوية، هو يعلم من هو معاوية، إذا كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر، المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه، قبل أبي بكر نفسه. هذا النوع من الخطاب يشبه علاج المشعوذين المريض صاحب الوعي المحدود يذهب الى المشعوذ بغيه الحصول على الشفاء لانه يثق في المشعوذ اكثر مما يثق في الطبيب والمشعوذ الذكي يستغل هذه الثقه لصالح نفسه لا لصالح المريض ويوهم المريض انه قادر على مداواته ويغادر المريض بوهم الشفاء، لكنه يكتشف بعد فتره ان المريض قد استفحل او المرض نفسه قد استفحل وزاد، وفات اوان العلاج، فات اوان العلاج، هذا النوع من الخطاب الذي يقدمه حسين وعبد الملك والاماميون غيرهم، خطاب يزيف الوعي ويحرف الحقائق ويصيب الامه في مقتل ويخدرها لماذا؟ لأنه يصرف الذهن عن السبب الحقيقي لتخلف الأمة إلى سبب وهمي. يعني مثلا الطبيب المزيف الذي يخبرك أنك مريض بالقلب في حين أنك مريض بالقرحة مثلا ثم يصرف لك علاج للقلب يدمر القلب والمعدة. هذا طبيب مزيف و وظيفته وظيفة خطرة كذلك ما يفعله حسين الحوثي وأخيه من لف ومن لف لفه بدلا من أن يشيروا إلى السبب الحقيقي لانحطاط الأمة وتخلفها وضعفها وهو الاستبداد كما قال مفكروها الاستبداد هو سر مشاكلنا كله بدلا من أن يقولوا ذلك يقولون لك سبب تخلف المسلمين وشكائهم هو عمر بن الخطاب وهكذا يصرفون الأمة من معالجه السبب الحقيقي لتخلفها الى معالجه سبب وهمي اسمه عمر بن الخطاب. لكن لماذا لا يتحدث الاماميون عن مسؤوليه الاستبداد في تخلف الامم مثلا؟ لماذا لا يركزون على الاستبداد؟ لماذا لا نسمع لهم محاضرات ونقرا لهم كتب عن مسؤوليه الاستبداد في تخلفنا؟ لماذا؟ لماذا يركزون على عائشه وعمر وسعد وغيرهم من الشخصيات على شخوص؟ الجواب هو ان المشروع الامامي مشروع سلالي. وراس مال هذا المشروع هو الرموز الدعائيه للمشروع، الرموز الشخصيات. واول هذه الرموز هو علي بن ابي طالب نفسه. وهو بريء من مشروعهم الشيطاني برمته. هم يرغبون في ان يكون علي الرقم الثاني بعد النبي. والشخصيه الاستثنائيه التي ليس لها شبيه ولا منافس. ليس لانهم يحبونه طبعا بل لانهم يرغبون في استثمار سمعته، العمليه عمليه استثماريه استثمار لمنافع دنيويه عاجله تتمثل في الحصول على السلطه بكل ما تعنيه السلطه من متع ومنافع لكنهم وجدوا امامهم معضله معضله اسمها عمر بن الخطاب هذه الشخصيه شخصيه عمر استحوذت على مقام رفيع بين المسلمين وسحبت البساط من تحت جدهم المظلوم هم اللي ظلموه بل عمر بن الخطاب بالفعل هو الشخصيه الرقم اثنين بعد النبي محمد في التاريخ الاسلامي لماذا لان عمر بن الخطاب صاحب تاريخ حافل بالمنجزات على عكس الخليفه علي تماما عمر بن الخطاب هو مؤسس الدوله العربيه ومحرر الجزيره العربيه من الاحتلالين الفارسي والروماني ومحرر الاقليات اليهوديه والمسيحيه في مصر وفلسطين وغيرها وقد اطلق عليه يهود فلسطين وصف الفاروق من كلمه فارقليط التي تعني عندهم المخلص لانه خلصهم من اضطهاد الرومان وقالوا ان وصفه قد ورد عندهم في التوراه وأنا اطلعت عليه تحديدا في سفر زكريا الاصحاح رقم تسعه الفاصلة رقم تسعة موجود وصف ينطبق فقط على عمر بن الخطاب لأنهم يذكرون أنه قادم إلى أورشليم راكبا على حمار أتان ولا يوجد ملك في التاريخ دخل على أورشليم على حمار أتان غير عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب مذكور ضمن أهم مئة شخصية في التاريخ حسب تقييم مايكل هارت صاحب كتاب العظماء المئة في التاريخ بل هو في الخمسين الأولى من هذه الشخصيات يعني موجود في الأربعين الشخصية الأولى واثنين وأربعين تقريبا ثلاثة وأربعين هذه الحقائق وغيرها مما هو ثابت في التاريخ وليس محل شك هذه الحقائق تستفز أصحاب المشروع الإمامي لأن عمر بن الخطاب بهذا بهذا الشكل يشكل لهم معضلة دعائية كبيرة لصالح المذهب المنافس. ولهذا يحرصون على توجيه السهام اليه والى غيره من الرموز الاسلاميه التي تكف في الطرف الاخر طبعا بالاضافه الى كونه هو اللي اسقط دوله فارس وهناك حنق شديد من قبل الفرس عليه وهناك يعني علاقات عضويه بين الشيعة عموما وبين الفرس اما سكوتهم عن الاستبداد وعدم التركيز عليه فسببه ان تاريخهم الامامي كله ومستقبلهم ايضا لا قدر الله اذا حكموا هو عباره عن تاريخ استبداد. يعني عبد الله بن حمزه واحمد بن سليمان ويحيى حميد الدين واحمد حميد الدين ما هؤلاء ما هم الا نماذج بسيطه عينات للاستبداد. وحتى عبد الملك الموجود حاليا الان اذا كان هو الحاكم الفعلي للحوثيين والاماميين ان لم يكن هناك حاكم اخر يمارس من الاستبداد ما لا يحتاج الى استدلال. انهم هم وامثالهم هم مرض الامه الحقيقي لكن ان للمرض ان يعترف بانه مرض اخيرا الاحرار والمتنورون في الشعوب العربيه يخوضون معركه كبيره وواسعه صحيح انها اكبر من امكاناتهم لكنها ليست اكبر من ارادتهم وهي اوسع من خيالهم لكنها ليست اوسع من طموحهم وقد دفعوا حتى الان ما تدفعه الامم المحترمه من اثمان في سبيل حريتها وكرامتها مما يعني انهم قد اصبحوا مؤهلين فعلا للحصول على هذا الاستحقاق استحقاق الكرامه والحريه ومهما كانت الصوره الان كاتمه فانها صوره العتمه التي تسبق الفجر والفجر قريب إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أرجو أن ألقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه